السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ زهرة. الوصفة اليوم إن شاء الله هي القراشل ديال الدار أو القراشل البلديين، لكن بدون دلك أو تعب، وكذلك بدون زبدة. القياس غادي يكون بكاس ديال العنبة اللي السعة ديالو 160 مليلتر. عندنا كاس الزيت، المائدة، جوج معالق إضافية غنحتاجهم من بعد، كاس مع مرش ديال السكر الخشن تقريبا 120 غرام، جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، وكمية من النافع والزنجلان يكونوا محمرين ومنقيين بالطبع. ممكن تستغناو عليهم وتعوضوهم بنكهات الفاني، وغادي نكونوا تحولنا من القراش البلديين للبريوش. عندنا الملح، خميرة ديال الخبز حسب الجو، يعني واش سخون او بارد، والدقيق حسب الخليط، والعجين غادي يكون بالماء دافي فقط. كنقيسوه بكاس العنبة، كتجي تقريبا جوج ديال الكيسان ونصف، يكون الماء دافي. كنزيدو عليه ماء الزهر، وكنزيدو السكر والنافع والجنجلان، ثم الخميرة. كنحركو حتى كيدوب السكر، ثم كنضيف الزيت. وصدقوني ما كاينش الفرق في الطعم اذا عجنتوهم بالحليب او بالماء. ملي كيدوب السكر كنضيف الدقيق ثم الملح، غير كيتجمع العجين كنوضعو على سطح العمل. والدقيق خدا تقريبا 800 غرام. كنضيف جوج معالق ديال الزيت، كندخلهم دغيا في العجين وصافي، ها العجين واجد. كنوضعو في بلاستيك وكنغطيه مدة ديال 15 دقيقة، وكنرجع كنفتح عليه فكنلقاه ترخى والخميرة بدات كتخدم فيه. وكالعادة الميزان باش يجيوني قد قد، ممكن تستغناو عليه وتقيسو غير بعينيكم، ماشي مشكل. قطعت القطع فيها 55 غرام تقريبا، ممكن ديرو حتى 60 غرام فتيكون الحجم مناسب. من بعد كنديرهم كرات ملساء من الفوق، وبالطريقة اللي كتريحكم كتخدمو. كنستمر حتى كنكمل الكرات اللي عندي كلها. كناخد الكرات اللي بديت بهم وكنضغط عليهم شوية، ممكن يكون القطر كبير او صغير، كيبقى حسب اختياركم. كنوضعهم على صفيحة تكون مدهونة. من بعد كندهنهم اما بالحليب مع السكر، بالنسبة للناس اللي ما كتستعملش البيض او لا عندها حساسية من البيض، وممكن ندهنهم ببيضة زائد معلقة ديال الحليب وقطيرة الخل. كندهنهم وممكن نديرو خطوط بالسكين او لا ثقوب بالشوكة كيف كنا كنديرو زمان. كنخليهم حتى يخمروا مزيان بزاف على هذا الشكل، لان سر النجاح ديالهم هو الخميرة، وكذلك سر تاني اننا ندخلهم للفرن يكون بارد، عاد كنشعلوه على درجة حرارة 170 باش يكملوا الخميرة ديالهم، وكنطيبوهم على المهل كيف كتشوفوا. وها هما وجدوا، وجاو خفاف بزاف ولداد، وممكن تحتفظوا بهم في المجمد من بعد ما يبردوا مدة طويلة. نتمنى الوصفة اليوم تكون عجبتكم. نتلقاو في وصفة قادمة إن شاء الله أحبائي.